3 يوليو بالفعل هو نقطة فارقة في تاريخ مصر السياسي الحديث، أثر على مستقبل مصر بالكامل وملايين المصريين على مدار السنين كمان القادمة، مش بس المصريين اللي عايشين هذه المرحلة أو المعاصرين، ولكن للسنين القادمة. مصر قدرت تخلص من تنظيم هو التنظيم الإرهابي بجدارة كما تحمل الكلمة بكل المعاني. مصر تخلصت من تنظيم ادعى على الأقل أنه تنظيما إسلاميا ما تبناش مسجد واحد من يوم ما وصلوا للحكم، بل العكس كان صحيحا. بيان 3/7 ده لازم نقعد نسأل إزاي حط مصر على خارطة أو بنى أساس جمهورية جديدة إزاي؟ طيب وماذا لو لم تكن هناك 3/7؟ خلونا ناخد معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ. أهلا 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 يوسف بيه، كل سنة وأنت طيب. وحشني قد الدنيا، كل سنة ومصر كلها بخير. وحشني قد الدنيا، إيه الأخبار؟ الله يخليك، ربنا يكرمك، أنت عامل إيه؟ ناخد السؤال بأنهي جهة؟ ناخد السؤال ما الذي فعلته أو فعلوا بيان 3/7، ولا نقول ماذا لو لم تكن 3/7؟ يعني زي ما تحب، لكن لو ما كانتش 3/7 ما كانش زماننا دلوقتي بتتكلم، كان زماننا الله عالم فينا يعني. كان زمانهم بيصلوا علينا. احنا الاثنين وناس كتير قوي في المصريين. صحيح. واحنا انا بفتكر 3/7 من 10 سنين كان يوم صعب، يعني يوم صعب جدا، لانه كانت الثوره بدات، كان رابع يوم للثوره، وكان كل التخوف ان الناس ما تكملش في الميادين، وده اللي كان بيران عليه. وانت فاكر كان رمضان داخل على يعني كان داخل بعدها بكام يوم، فكان صحيح. كل الرهان الاخوان ان الناس مش هتكمل في الميادين والناس هتروح وخلاص. هو ده كان رهانهم الاول، رهانهم الناس مش تنزل، بعد كده رهانهم ان الناس لما نزلت ان هم هيرجعوهم تاني. ف يعني ان هم الناس مش هتتحمل تنزل في الشوارع وتكمل وتمشي. فعشان كده كان يوم 3/7 يوم فارق. وانا طبعا مختلف تماما مع معظم الناس او الناس، بعض الناس اللي بتحاول تفصل بين 30 يونيو و 3/7. 3/7 ده امتداد طبيعي ل 30 يونيو طبعا. يعني في بعض المنحنحين كده طلعوا بصيغه احنا يعني واقفين على 30 يونيو بس واقفين على 3/7. يعني اللي هم ما بيحبوش الاخوان بس بيحترموهم او ليهم مقوله كده. ايوه. فده كان طبعا يوم فاصل. البيان زي ما انت قلت، البيان انا رايي كتب بدقه شديده وباستيعاب لكافه المشاكل، وما سابش نقطة إلا ما اتطرق لها. والأهم إن هو ما أساءش للإخوان بالقدر، غير بالقدر اللي الناس عايزاه، اللي هو رحيل نظام الإخوان. ودايما كان الإخوان هم اللي بيبادروا، دايما الإخوان هم اللي بادروا في الحرس الجمهوري، هم اللي بادروا في المناطق، هم اللي بادروا بالتجاوزات، هم اللي بادروا بقلة الأدب، هم اللي بادروا في رابعة، حتى في فترة رابعة هم اللي بدروا بإطلاق نار. يعني دايما الإخوان كان عندهم هدف ومصرين ليه. عشان كده أنا بختلف مع كل اللي يتكلم ومتضارب معاه جدا في كل اللي بيتكلم على إن الإخوان فصيل سياسي أو فصيل إسلامي. هو يعني الإخوان كل الحاجات دي بالنسبة لهم أدوات، الدين أدوات، السياسة أدوات، لكن هو تصنيف الطبيعي يعني تنظيم إرهابي. لأن اللي احنا شفناه منهم في خلال العشر سنين وما قبل العشر سنين وأحداث الاتحادية وغيرها يدل أنه ده تنظيم إرهابي، ولا ليه في الديمقراطية ولا ليه في السياسة. والإسلام للأسف هم يعني أساءوا للإسلام أكثر ما أضافوا. ده صحيح 100%. يعني أنا يمكن هقعد أفكر برضو معاك بصوت عالي إذا سمحت لي وديت لي شوية كمان من وقتك، أنه لا خالص، من واقع عملك الصحفي والإعلامي وأيضا السياسي، هل هم قادرين يستوعبوا الواقع الحقيقي بتاع الإخوان؟ طيب تجارب الإخوان سواء إذا كانت في مصر أو تجارب الإخوان في تونس أو الفصائل بتاعة الإخوان في سوريا أو فصائل نابعة من الإخوان في العراق أو في دول كتير جربت حكم الإخوان، هل ده مستوعب بالنسبة لهم ولا لا؟
لا يعني طبعا احنا عندنا ازمه في النخبه. انا لسه كاتب مقال في الوطن في ذكرى 30 يونيو حوالين الجماعه الخائنه والنخبه الخائبه، لان النخبه بدرجه من المفروض النخبه دي تتقدم الصفوف، طبعا تقول للناس اللي الناس مش شايفاه اكثر وعيا، اكثر عمقا، اكثر قراءه، اكثر دراسه. والاخوان ما شاء الله دخل تاريخهم حافل بالارهاب في الخمسينات والستينات وغيرها، ومع ذلك هذه النخبة أو هؤلاء النخبة تضمنوا مع الإخوان، وإحنا فاكرين كويس قوي ما حدث في فيرمونت طبعا أو إعلان فيرمونت، تعاطفوا مع الإخوان، استخدموهم الإخوان في كثير من المعارك لحد ما وصلوا للحكم وبعدين رموهم. لما رموهم بدأوا يختلفوا معاهم. فإزاي أنت، إزاي أنت كنخبة تقود؟ يعني أنا حتى بدون ذكر أسماء يعني قريت مذكرات حتى من هؤلاء الذين يتصدرون مشهد فيرمونت او في مشهد النخبه، فعمال كل شيء يقول لك الاخوان ضحكوا عليا، ومش عارف البلد ده كنت متخيله ايه وطلع ايه، والاخوان ضحكوا علينا في حيطه. طب يا سيدي ماشي وكده، ما انت ده كله متقدم الصفوف، ليه بقى ارجع وخلي حد تاني فاهم الاخوان كويس يخش يتكلم؟ لان الاخوان مش يعني مش عشرتهم مش عشره سنه ولا اتنين، ده تفاصيل كان ساعتها بقى له 80 سنه. فلما تيجي بكل بساطه كده تقول عليه ان هو فصيل سياسي او فصيل اسلامي او ان هم ناس كويسين او ناس، او حتى بعض الناس اللي كانوا بيشيدوا بتجربه راشد الغنوشي في تونس بيقول لك دي تجربه كويسه. يا سيدي انت، ما انت شفت راشد الغنوشي برضه في النهايه كانت واحده، صح؟ يعني اللي هو لا هنحكم، لا هنقتل الترابيزه كلها. فازاي النخبه دي اتضحك عليها في الفتره دي كلها؟ يعني الفتره دي كلها النخبة ضحك عليهم، وكل الناس عارفين ان الاخوان شفنا عملوا ايه في الخمسينات، شفنا عملوا ايه في الستينات، شفنا عملوا ايه، ومع ذلك كانوا للاسف بينجرفوا ليه. فالاخوان كان عندهم قدره. انا حتى برضه فاكر ان كان ليا مقال حوالين الضحك على الدقون، قلت الاخوان حتى ما ضحكوش على النخبه المدنيه فقط، حتى ضحكوا على النور وحزب النور السلفي والسلفيين والجماعه الاسلاميه، وعدوهم بحاجات كثيره ولم ينفذوا. الاخوان كانوا تقريبا كل يوم بيكذبوا وكل يوم بيوعدوا وكل يوم بيخونوا، هو يعني الامور كلها مرتبطه ببعض. صحيح. طب بتشوف ايه ابرز دعامه من دعائم الجمهوريه الجديده أرساها بيان 3/7 أو بسبب 3/7 تم إرساء هذه الدعامة العملاقة؟ اختار واحدة. إن مصر للمصريين، يعني الأهم إن مصر للمصريين، مفيش تمييز بين مصري وآخر، مفيش حاجة اسمها إن ده إخواني فيستمر أو يتقلد منصب، زي ما شفنا نماذج إخوانية ليس لها علاقة بالكفاءة من قريب أو من بعيد كانت تتولى مناصب ليست جديرة بها لمجرد إن هي إخوانية. وهم حضرتك عاصرت الفترة دي وشاهد عليها، طيب. كانوا بيتحكموا في الدولة كأن الدولة خلاص بقت بتاعتهم عزبة. الأهم عزبة، اه بالظبط. الأهم يعني الأهم من ده كله، ده في لقطة لو الناس تاخد بالها منها، إن رئيسهم مرسي عندما انتخب وقبل حلف اليمين أصر إنه يروح الاتحادية وأصر إنه يجتمع بناس، مع إن ده كله مخالف للأعراف السياسية والأعراف حتى القانونية. أنت راجل لسه ما حلفتش اليمين، فالمفروض حتى المفروض كمان كنت تقول انا اروح الاول اخد تقرير عن احوال الدوله ووضعها ايه، عشان يعني بعد كده اقدر اقول ايه اللي حصل. وانت شفت الوعود الزائفه من اول وعود ال 100 يوم لوعود مشروع طائر النهضه الفاشل او الفنكوش لغيرها غيرها 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 كتير. والناس كانوا بيحلوا مشاكلهم بالكذب، يعني كل حاجه يكذبوا، اي مشكله عندهم الراجل بتاع مش عارف عاشور مش عارف مين فين المؤامره الحق حوش بتاع، مفيش مشكله الراجل تصدر ليها ويواجهها. يعني كل الكلام دوت كان الناس المصريين شافوه. ولو تلاحظ ان مع احترامي حتى لتمرد واللي كانوا معانا يوم 3/7 وكنا في الوطن، كان يعني الحمد لله ربنا كان لينا موقف مشرف يوم 3/7، احنا استضفنا تمرد في جريده الوطن واعلنوا وخرجوا من عندنا على القياده المشتركه واعلنوا ساعتها استمرار التعصبات في الشارع، لكن الناس كانت اسبق من كل القوى السياسيه. صحيح. الناس في ثوره يونيو ضد الاخوان كان عندهم حماس يفوق حتى القوى السياسيه، يعني القوى السياسيه في النهايه برضو
كانوا بيتصرفوا بالعقل، لكن الناس كانت حماسها ضد الإخوان كبير لأنه خدعوا فيهم خديعة كبيرة. أنا فاكر مرة وده تحديدا قابلت حد فبديله استمارة تمرد فقال لي يا لا اديني عندي بطبعها بطبع وبنزع على أصلاً الناس عنده في الشارع يعني ما كان تصويره وبتاع، فلقيته كده محروق قوي فبقول له ايه الأخبار انت شكلك كده يعني محروق اوعى تكون اديتهم في الانتخابات، قال لي اه، قلت له المرة الأولى ولا في العادة؟ قال لي في الاثنين، قلت له ليه؟ قال لي ربنا يسامح الشيخ الشجامي عادي يقول لي انصر الإسلام انصر الإسلام. فلما حسيت بحرقته والله انا حسيت على طول لما لقيته بيقول لي لا ما تقلقش احنا بنطبع وبنصور وبنمضي وبتاع، فما هم اللي دخلوا في المساجد وحولوا المساجد لمساجد سياسيه وحولوا انت بتعرض من شويه كان في يفط عن طهطا، وطهطا دي بلدي اللي بعتز بيها ودي برضو من الحاجات. لا خط قطع ليه يا دكتور؟ هنرجع نكمل الكلام معاك تاني أرجوك. نعاود الاتصال مرة تانية بدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار بمجلس الشيوخ وطبعا الكاتب الصحفي المعروف. صحيح إن دكتور محمود احنا مع بعض اهو، انا معاك اهو. السعيد خرج أيوة. يمكن بأعداد كبيرة ممكن للمرة الأولى ضد الإخوان، وكان دي كانت مبادرة يعني لافتة للنظر. ممكن في يناير ما كانش متحرك بنفس القوة، صحيح، لكن في يونيو كان متحرك بقوة يعني بقوة كبيرة في كل المحافظات. أنا فاكر في يوم من الأيام برضو اليوم اللي هم قعد يهدد أحد شيوخهم وبيقول إن شاء الله ربنا يعني هينصرنا يوم 30 يونيو، فقلت له إن شاء الله ربنا هينصر مصر يوم 30 يونيو وان شاء الله مصر تكون بازاحتكم من المشهد وبتاع، لكن هم طول الوقت رابطين نفسهم بالاسلام. وزي ما انت قلت ودايما بنقول يعني احنا ما الرئيس مرسي ما بناش جامع في خلال عهده في السنه اللي قعدها. الامور كلها كانت تدل على انك امام جماعه كاذبه خائنه ارهابيه، هم دي الحاجه الوحيده اللي بتوجدها. واحنا شفنا في الاتحاديه مينا والسفير يحيى والناس اتعذبوا ازاي واتبهدلوا، وشفنا مقتل طبعا الشهيد حسين ابو ضيف، في حاجات كتير شفناها من هذا الفصيل تدل على ارهابهم وخيانتهم، حتى انه اطلق عليها موقعه الاتحاديه الاولى كانت 5 ديسمبر اللي كان وشفنا قتلوا حسين ابو ضيف وشفنا لا شفنا منهم حاجات لم يكن احد يتخيلها. وحتى وده انطباعي واعتقد ان انطباعك وانطباع كل الناس اللي تعاملوا مع هؤلاء قبل يناير وبعد يناير، هم كاشخاص اختلفوا اختلاف جذري ركبهم الغرور الكذب التعالي وكانهم امتلكوا البلد او زي ما انت بتقول عزبه يعني كانها عزبه ظهروا على حقيقتهم يعني، ورهانهم مع الخارج كان اكبر من رهانهم مع الشعب بكثير بكثير طبعا طبعا ودي كما جرت العاده يعني وفضلوا مستمرين في ده يعني. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، نورتني وشرفتني وكل 3/7 وكل مصر طيبه. الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمود مسلم رئيس لجنه الثقافه والسياحه والاثار والاعلام بمجلس الشيوخ.